أسأله سينا لما اتقصرت، لما ليالي الحلم اتحصرت، أسأله سينا لما اتقصرت، لما ليالي الحلم اتحصرت، مين اداها الروح وفداها وقال للدنيا مصر انتصرت. صبروا ولادي ست سنين، ست ثواني في عمر الدنيا قبل زماني ما يغمض عين، مصر بقت عالضفة التانية. بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في ست ساعات، كانت صعبة وكان طيران ودفاع جوي ولا البركان، قوات برية وبحرية.